انا مش عايزك تقلقي خالص، يعني احنا مش صغيرين واكيد نعرف نتصرف. المهم انت ما تتخضيش. انا اصلا مش مصدقه لحد دلوقتي. في الاول افتكرت ان في حاجه غلط، بس لما اتاكدت وعرفت ان انا حامل انبسطت. انا واحمد بقى بينا حاجه ما حدش عارف ياخدها مننا، مراته ولا اهله ولا اي حد. بس انا في مصيبه واللي انا عاملاه ده غلط ولازم اخبي عن الناس كلها. ان الراجل الوحيد اللي انا حبيته، الراجل الوحيد اللي لمسني، ما ينفعش ابقى حامل منه. مش عارفه ايه الحاجات صعبه كده، يعني ليه انا مش مراته عادي وعايشين حياه عاديه مبسوطين وانا حامل والناس عارفه؟ يعني مش حاسه ان الموضوع المفروض يبقى صعب قوي كده. طيب هو انا ممكن اعرف انت ليه ما قلتيش لاحمد لغايه دلوقتي؟ بس ابقى عارفه انا عايزه اعمل ايه الاول. ايوه بس هو لازم يعرف. مش هيعمل لي حاجة، ما انت عارفة. ماشي مية، بس انا كمان ما كنتش اعرف ان انتي عايزة تحتفظي بالبيبي، وده موضوع جديد عليكي. ولا انا كنت عارفة، بس لما عرفت اتبسطت. على المهم انت لازم تبقى عارفه ان احنا معك في اي قرار. بالمناسبه مش لازم تقولي له دلوقتي، يعني لو تعرفي انت عايزه تعملي ايه اول او نقول له. انت فين يا شريف؟ حضرتك ما بترديش على التليفون ليه؟ مالك انت في ايه؟ بتعيطي؟ انت اللي مالك. مالها يا شريف؟ قولي لي بس انا هقول لك بعدين في ايه. انا اتطلقت. حاجة كويسة ولا وحشة؟ لا دي حاجة كويسة. كويسة جدا. لا مش كويسة. انا ما كنتش متخيله ان الطلاق صعب كده، لدرجه ان انا كذا مره كنت هقول انا رجعت في كلامي، انا مش عايزه اتطلق. عادي يا لانا، دي حاجه انت عايزاها من زمان جدا، على الاقل دلوقتي هتجربي. رامي صعبان عليا. بنات بنات واحنا موصلينهم لماما الصبح ومش فاهمين اي حاجه، صعب عليا قوي. حتى انا مش عارفه انا عايزه اتطلق ليه. هعمل ايه؟ انا مش عايزه اعمل حاجه. على فكره مش لازم تعملي اي حاجه، بس انت ما كنتيش عايزه تعيشي مع الراجل ده. ذنب ايه ده؟ ملوش ذنب، وانت كمان مالكيش ذنب. انا عارفه ان ربنا هيعاقبني بذنبه وذنب البنات. حرمتهم من بعض، مش عايزة حاجة في الآخر. طب عايزة ترجعي له؟ لا مش عايزة. مش عايزة. محدش هيفهمني. محدش منكم زي فجأة لقى نفسه السبب في ان هو بيخرب بيت. والله ما حقيقي. حقيقي. والله يا ستي فهميني كويس.
أبويا مش مجبرين ده. لا لا الموضوع مش كده خالص. أنا بس اللي عندي مشكلة وعايزة أحكي لك عليها. أنا حامل.